الله. الله يبقيك ويطول عمرك. والف الف مبروك اهل المركز وهالأولوية. الله يبارك في عمرك. لنا الشرف يوم قدمنا على جائزة موحد المملكة، لنا الشرف. وحكامنا الرشيدة أقول إن ومن قام بالنادي الله يطول عمره ويخليه، ورفع أسعار البل ورفع جمهورها، جمهورها ترى جمهور البل يرفع أسعارها. صحيح. نعم لا صار أنك تجيب مطيتك يا طول العمر ما معها جمهور والثاني مثل ما ارتفعت أسعارها. صحيح. نعم ولا صار ما فيها منافسة وكل منهم يقول أنا اللي أتحداك يا فلان ما ارتفع أسعار البل. طيب يعني انطباعك أبو تركي وأنت اليوم تحقق الأولوية في ماذا؟ في أنك أنت اليوم صاحب يعني الأول شخص استطاع أن يكسب المركز الأول في شوط الفريد في هذه الفئة الجديدة في إيه في 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 هذه النسخة وفي تاريخ مهرجان الملك عبد العزيز شيء يعني هذا سيسجل هذا يسجل عالمي والظاهر بعد بريطانيا معنا ولا انهم شاركوا معنا روسيا فرنسا روسيا الظاهر انهم معنا انا اقول تفوقت على العالم كله يعني عالم ابو نواف فيما يخص وقفه اليوم متى ارتحت وضمنت الشوط ارتحت يا طول العمر عمر سامع يوم شفتها تعرض قدامي حققت المركز الاول بامر الله لاني شفت انا كلها فرديات اللي قدامي كلها فرديات بس هي تزيد ما تنقص ما شاء الله اليوم ما شاء الله الله اليوم اليوم وقفه من ابرز المرشحين وكانت ضيوفنا البارح في المجلس صبوا ترشيحهم الوقفه نعم اليوم وقفه بعد هذا المنجز هل كان عليها سوم قبل اي نعم كم كان سومها قبل مليونين وثلاث واليوم بعد التتويج والله اكيد اختلف اختلف وانا مسكت انا قلتها ما فيه لان عندنا حفل وعندنا عشاء وفرحتها ما خلانا احد ما احد قاله مجال يسوم ولا واحد يكلمني يقول ترى وصلت مليونين وست قلها منا بصاب هاللعله وبكره ان شاء الله انه وياهم على خير بس فيه نيه للبيع لا ان كان اسمحوا على ما قال اول شيء يا طول العمر المملكة هن سمحت هم بعدها جمهورها هم بعدها أهلها اليوم حقق كان اسمحوا أن اسمحوا يا طول العمر هي طول العمر سم سم العدو كل ولد اللي حذف عمامته وحب يدك هذا يستاهل تبطي وقفه هي واقفة أنها باسمه هذا عبد الله هذا نواف نواف نعم نواف الهداء هذا طول عمرك لا تفتح باب البيع إن شاء الله أنك بخير يا عمرك طويل وهذه بتجملنا وبتونسنا الحمد لله الفرنسيين والروسيين بيحولون علينا وما به ارتكايا إلا لك والله أنت تقول يا أبو تركي أنك اليوم يعني اليوم أنك شفت البوز فيها في أثناء العرض حنا من 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 يوم دخلت وإنا نبارك لك ما شاء الله الله يبارك لك فيها والله يطول عمرك لكن هذه بنت بعيرك ولا ما ندري من وين لا هذه بنت بعير واحد من الهواملة اسمه بن جرمان كفو خليت انت يا طول العمر والباكره كل يوم او كل اسبوع بتزيد ما شاء الله ما شاء الله بتزيد يا ربي يبارك فيها انت شفت الباكره دوسريه وهو ابوها دوسري نعم بعدي هاجك الحميه والله جاء الرجال جابها من اقصى بعدي بعدي يا ابو تركي ابو 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 تركي مشترى البكره ولا انتاج لا والله مشترى كم القيمة اللي شريت فيها؟ يا الربع ما أقدر أحددها. جمهورها يستاهل اليوم يسمع. يستاهل. حددت الرقم اللي نبغى نحدد القفز. أنا نشريت بوايد ولا شوي جمهورها مشجعته وشجعوها وشجعوا راعيها ما أقدر أقول الكلام إلا حتى السوم لأنهم ولا يسمحون بالتفريط. ولا يسمحون. شريتها قبل إعلان الشوط من النادي ولا بعد؟ لا والله شاريها مال هالأسبوع. بعد إعلان يوم أعلنوا في شوط المنفريد شريت؟ لا والله قبل قبلها بأسبوع. قبلها.